وللحديث أكثر عن التصريح الصحفي الذي أصدره قسم الإعلام في هيئة علماء المسلمين في العراق بشأن مشاركة الهيئة في ملتقى المرجعيات العراقية الذي تم عقده في المملكة العربية السعودية، ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان مقرر القسم السياسي في الهيئة الدكتور ثامر العلواني. أهلا بك معنا دكتور ثامر. حياكم الله أخي الكريم. أهلا بك دكتور ثامر. يعني قسم الإعلام في هيئة علماء المسلمين في العراق أصدر تصريحا أوضح فيه عدم مشاركة الهيئة في ملتقى المرجعيات العراقية الذي عقد كما تعلم في المملكة العربية السعودية. بداية، ما سبب صدور هذا التصريح؟ بداية تحية لك وتحية لمشاهدي قناة الراهبين الكرام. التصريح جاء عقب توهم عدد من المهتمين بالشأن العراقي ومن العراقيين بأن الهيئة مشاركة فيما سمي مؤتمر ملتقى المرجعيات العراقية الذي عقد في المملكة العربية السعودية، وإبعادا لهذا اللبس وتوضيحا لهذا الإيهام الذي وقع فيه البعض صدر التصريح عن هيئة علماء المسلمين حتى لا يظن ظان أن الهيئة مشاركة في هذا المؤتمر. وبالنسبة للأسباب التي أوقعت البعض في هذا اللبس، فهو هناك عبارة ذكرت في مقدمة البيان الختامي للمؤتمر تقول بأن المؤتمر تم افتتاحه بكلمة لرئيس هيئة علماء المسلمين، والمقصود بهذه الهيئة ليست هيئة علماء المسلمين في العراق، وإنما المقصود بها هي هيئة علماء المسلمين السعودية التي هي تتبع لرابطة العالم الإسلامي. وإبعادا لهذا اللبس تم إصدار تصريح صحفي حتى لا يتوهم واهم بأن الهيئة مشاركة ولها كلمة في هذا المؤتمر. نعم دكتور ثامر، يعني بيان قسم الإعلام أكد أن مثل هكذا مؤتمرات وملتقيات لا تفيد القضية العراقية ما دامت يعني في سياقات جزئية. ما هو المقصود بالسياقات الجزئية هنا؟ حقيقة نحن في الهيئة والمهتمين بالشأن العراقي يصنفون مشاكل العراق إلى مشاكل أساسية ومشاكل جزئية فرعية، وهذه الفرعية هي نابعة عن مشاكل الأساسية في العراق، فلا يمكن أن نعالج مسألة جزئية ونترك الأصل المشكلة التي هي تسبب كل المشاكل الجزئية التي هي المشكلة العملية السياسية المبنية على المحاصصة الطائفية والعرقية. نحن نتكلم عن دستور مؤسس ومكتوب على أسس طائفية وعرقية، نتكلم عن نظام سياسي هو مبني على الطائفية والعرقية، نتكلم عن أجهزة أمن ودولة وحكومة وكل نظام، فلا يمكن أن نعالج جزئية ونترك السبب الأساسي في هذه الجزئية ثم نتصور أن هذه ستحل القضية. قضية عقد مؤتمر من أجل لقاء دوري المرجعيات العراقية هذه قضية تجاوزها الشعب العراقي منذ مدة. المشكلة في العراق هي مشكلة سياسية في الأصل، والأحزاب الطائفية والعرقية والميليشيات والحكومات هي ترعى مفهوم الطائفية بالعراق، هي ترسخ في العراق مفهوم الطائفية، بمعنى أن الحكومة في العراق تسعى جاهدة أن تثبت مفهوم الطائفية وهي تحث الناس على الطائفية. فيأتي مؤتمر سنوي لمحاولة معالجة هذه القضية، نحن في الهيئة نرى أنها يعني جدواها قليلة وإن كانت النوايا سليمة في هذا الاتجاه، ولذلك فالأصل هو معالجة المشكلة الأساسية التي هي تكمن في العملية السياسية. أمام كل ذلك تهتم بعض الدول بأن ترعى مؤتمر المرجعيات، هذا شيء يعني ممكن أن نتجاوزه، ولكن لا يمكن أن نتجاوز المشكلة الأساسية التي لا يمكن أن نتجاوزها وهي العملية السياسية. وإذا كانت هذه المؤتمرات تصب في مصلحة العملية السياسية فهذا إشكالية كبيرة، لابد لمن يرعى هذه المؤتمرات أن ينظر إلى واقع العراق المرير ويحدد المشكلة الأساسية التي تنتج كل المشاكل التي يحاول البعض معالجتها. نعم، إذن الدكتور ثامر العلواني مقرر القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين، كنت معنا عبر الهاتف من عمان، شكرا جزيلا لك.